الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والسامعين، قال رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. وقفنا على باب التيمم في كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفصل هذه بمعنى فاعل أي فاصل. وقال المؤلف رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور. التيمم هو من محاسن هذا الدين ومن خصائص هذه الأمة، فإن الله جل وعلا خص هذه الأمة بالتيمم، وكما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. الحديث ففي هذا الحديث دليل على خصيصة هذه الأمة بأن الله يسر لها وجعل لها من أمرها يسرا، فمن لم يجد الماء لم يلزم بأن يبحث عن الماء ولا يصلي ولا يفعل عبادة، وإنما هذه الحنيفية السمحة شرع الله جل وعلا لنا التيمم، وكل عنده مسجده وعنده طهوره، كما ثبت في الحديث في مسند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. فهذا يدل على أن المؤمن ميسر له، لا يبحث عن مكان ليصلي فيه كما كلفت أهل الكتاب أن يصلوا في البيع وفي الكنائس. وأما هذه الأمة المحمدية فإنها تصلي في أي مكان طاهر متى ما أدركتها الصلاة، ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم قال: فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. فهذا يبين لنا أن التيمم مشروع لهذه الأمة. وتشريع التيمم كان في حادثة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها لما استعارت قلادة من أسماء بنت أبي بكر، من أسماء أختها، فكانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأضاعت هذه القلادة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذه القلادة وجعل الناس يبحثون عن هذه القلادة، وحبس الناس وليس معهم ماء وليسوا على ماء، والحديث في الصحيحين، فأصبح الناس يتضجرون، يعني نحبس من أجل قلادة امرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف للبحث عن هذه القلادة،
وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يحبس الناس ويبحث من أجل أن يرضي هذه الزوجة ليجد هذه القلادة التي تعلقت بها نفسها. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاقها مع أزواجها. ولهذا لما قدر الله جل وعلا لها هذا الأمر، الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ينخس بطن عائشة رضي الله عنها يقول: حبست الناس ليس معهم ماء وليسوا على ماء. فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، هذه الآية العظيمة التي فيها غنى للناس في مثل هذه الأوضاع. فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فشرع التيمم بعد هذه الحادثة. ولهذا جاء سيد بن حضير فقال كلمته المشهورة، قال: والله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وليست بآخر أيضا بركاتهم، نعم ليست هذه هي آخر بركاتهم، قال: ما هذه والله بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ويا عائشة، والله ما قدر الله لك أمرا إلا جعل الله لك فيه خيرا وللمسلمين، ما قدر الله لك أمرا إلا جعل الله لك فيه خيرا وللمسلمين جميعا. وهو كذلك هذا التيمم، لازلنا نتيمم بعد هذه الحادثة. يقول رحمه الله: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. التيمم هو قصد الصعيد الطيب الطاهر المباح، ويقول: يشترط بهذا التيمم أن يكون بتراب، أن يكون بتراب، أي أنه لا يجوز على كل شيء. فلا يجوز على التيمم على الجبل ولا على الحجر ولا على الشجر ولا على المدر ولا على الرمل، وإنما لا يتيمم إلا بتراب له غبار. لابد أن يكون هذا التيمم نعم على تراب له غبار. لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم وهو قوله. أما قوله فقد ثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا: تربتها هذا خاص بالأرض التي يتيمم عليها، فحدد التراب. وجاء أيضا هذا في حديث علي عند أحمد قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب. واستدلوا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح تيمم، فلما تيمم نفخ الغبار من يده، قالوا: فإن هذا يدل على أن التراب شرط أن يكون له غبار من أجل أن يعلق باليد. وهذه المسألة، وأيضا استدلوا بقول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: منه هذه أي من هذا الغبار الذي علق باليد. وقيل بأنه يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا ابن عباس فسر الصعيد بأنه كلما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، فما دام هذا مما تصاعد على وجه الأرض فهو من هذه الأرض، فالحجر والشجر والمدر والتراب والرمل وغيره نعم هو من هذه الأرض، الذي قال الله: اجعل صعيدا طيبا، والصعيد هو جنس الأرض. وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مذهب بحنيفة ومالك واختيار ابن تيمية رحمه الله، جملة من المحققين من أهل العلم، أنه يجوز أن يتيمم على ما كان من جنس الأرض. وأما الشيء المتحول والشيء المتغير الذي ليس من جنس الأرض كالبلاط ونحوه الذي ليس عليه غبار، فإنهم لا يرون المسح عليه، لأنه ليس من جنس الأرض وليس له غبار. وهذا هو مذهب عامة العلماء، أنه لا يجوز المسح التيمم على ما كان متغيرا عن جنس الأرض وليس له غبار، كالتيمم على طاولة ليس فيها غبار، والتيمم على فراش ليس له غبار، والتيمم على الثوب وليس له غبار. يقولون يجوز التيمم إذا كان من جنس الأرض أو كان هناك غبار، لأن الغبار من جنس الأرض. أما إذا لم يكن ليس من جنس الأرض ولم يكن له غبار فإن التيمم لا يجزي. قال: يصح التيمم بتراب قال طهور، نعم، لأن هذا شرط أن يكون المطهر
طاهرا. أنت تتطهر بالتراب فلا بد أن يكون التراب طاهرا، كما أنه في الماء، في الماء لا يرفع الحدث إلا الطهور، فلأنك سترفع حدثك، سترفع هذا الحدث. وقوله طهور هو مذهب جمهور العلماء، بل هو عامة أهل العلم وإن كان في المسألة خلافا. قال بتراب طهور مباح، احترازا من إيش؟ من المحرم. وقد مرت معنا هذه المسألة في باب مياه، هل يجوز التوضؤ بالماء المحرم أم لا؟ قلنا المذهب الحنابلة يقول بأنه لا يجوز التيمم التوضؤ بالماء الحرام أو من المغصوب أو المسروق، وذلك لأن هذه عبادة، لأنها عبادة، فكيف يتعبد بشيء محرم؟ كيف يرفع الحدث شيء محرم؟ وقيل بأن التيمم بالشيء الغير المباح طهور لكنه يأثم عليه، فيجوز له أن يتيمم على أرض مغصوبة هو غصبها، ولكنه يأثم ولا علاقة لصحة العبادة، وهي المسألة المشهورة عند علماء الأصول، وهي الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة رجحنا سابقا أنه يجزئ لكنه يأثم. قال بتراب طهور مباح له غبار، قلنا سبق الحديث والدليل على اشتراط الغبار. قال إذا عدم الماء، نعم، وهذا هو شرط التيمم، أن يكون عادما للماء، فأما إذا وجد الماء نعم فلا يجوز له التيمم، لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا وجد الأصل لم يوجد الفرع، وهذا أيضا محل اتفاق بين العلماء. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، كذلك لو عدم الماء بسبب الحبس، الماء موجود ولكنه محبوس، لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يحصل على الماء لسبب حبسه، فإنه الآن عاجز عن الطهارة، أو ليس بعاجز، هو عاجز عن استخدام الماء، فيعتبر بأنه عادم للماء. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، والمؤلف كأنه يشير إلى مذهب بعض التابعين، وهو أنه لا يجوز التيمم في الحضر. بعض التابعين يرى أنه لا يجوز التيمم في الحضر، وإنما يجوز التيمم في السفر والخارج البلد، أما داخل البلد فلا يجوز إشراع التيمم، وهذا غير صحيح، وإنما التيمم مناطه هو العجز عن استعماله أو فقدانه، إما أن يعجز عن استعماله أو أنه قد فقده، فهنا يجوز فيه التيمم. قال أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن أو مال أو غيرهما، نعم، أو خيف باستعماله أي باستعمال الماء، خاف باستعمال الماء أو بأن يستعمله ويصيبه مرض أو أن حروق مثلا، أو لا يستطيع استعمال الماء لنهي الأطباء مثلا عنه أو نحو ذلك، فهو خاف على استعماله، أخاف على نفسه. قال أو طلبه، كذلك خاف لو أنه خرج يطلب الماء أصابه مكروه، فكذلك هو يعتبر في مرتبة العاجز عن استخدامه. قال ببدن أي بدنه، أو مال كذلك لو أنه خرج لبحث عنه قد يسرق ماله وقد يسرق بيته، فخشي أن يخرج أن يحصل على ماله ضرر، فكذلك يجوز التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. نعم، عندنا قاعدة في القواعد الفقهية أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فما يرفعه الماء يرفعه كذلك التيمم، ما يرفعه الماء كذلك يرفعه التيمم. ولهذا قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، فإذا أراد أن يصلي تيمم، وإذا أراد أن يمس المصحف تيمم، وإذا أراد أن يتنفل تيمم، وهكذا يفعل كل ما يفعل فيه بالماء. قال سوى نجاسة على غير بدن، أي أن النجاس أي أن التيمم يصلح لرفع الحدث ويحصل لإزالة النجاسة، حكم النجاسة. نعم، التيمم يحصل لرفع الحدث، نعم، ويحصل لرفع حكم النجاسة. لماذا؟ قال لأن الماء يفعل هكذا، الماء يتوضأ به ليرفع الحدث، إذن التيمم يفعل ليرفع الحدث، كذلك الماء يستخدم لإزالة النجاسة على اليد، إذن كذلك إذا وجدت النجاسة على اليد ولا يستطع إزالتها إلا بالماء، فكذلك نتيمم لإزالة هذه
حكم هذه النجاسة. إذن عند الحنابلة أن التيمم صالح لرفع الأحداث ولإزالة حكم النجاسات، ولإزالة حكم النجاسات حتى ولو لم تزل. الماء يزيل النجاسة لكن التيمم لا يزيلها في الظاهر، تبقى. لكن يقولون أيضا لأن الماء هو التيمم بدل عن الماء فيأخذ حكمه، لكنه استثنى شيئا واحدا فقال سوى نجاسة على غير بدن. ما الذي بقي؟ ما الذي بقي على غير البدن؟ على الثوب وعلى البقعة. على الثوب وعلى البقعة. يقول إذا كانت النجاسة على الثوب لا تتيمم لها، إذا كانت على البقعة التي تصلي فيها لا تتيمم لها، فقط تتيمم عن النجاسة التي على البدن. أما إذا كانت على الثوب فإنك لا تتيمم لها، وإذا كانت على البقعة فإنك لا تتيمم لها. إذن التيمم عند الحنابلة يرفع الحدث معنا، نعم، ويزيل النجاسة أيضا معنا إذا كانت على البدن فقط. وأما إذا كانت على الثوب أو كانت على البقعة فإنه لا يتيمم لأجلها. وهذا أحد الأقوال في المسألة، ودليلهم هو حكم الماء، حكم التيمم هو حكم الماء، حكم الماء. وقيل إنه لا يتيمم عن النجاسات لعدم ورود الدليل، ما لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يتيمم من أجل حكم النجاسات، إنما التيمم جاء من أجل الأحداث فقط. إن التيمم جاء من أجل الأحداث فقط، كما قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا في حكم إيش؟ رفع الحدث، حدث الأصغر ثم الحدث الأكبر. ولم يتكلم عن النجاسات، لم يتكلم عن النجاسات، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من أجل نجاسة، وجود نجاسة لم يرد. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يتيمموا عن النجاسات. إذن نقول التيمم على الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يرفع حكم النجاسات ولا يتيمم لها، لا يتيمم للنجاسة. فما دامت النجاسة على اليد فإن استطاع أن يزيلها فيزيلها، وإلا فإنه لا يتيمم عنها لعدم ورود الدليل أنه يتيمم عن النجاسات. قال على غير بدن، قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. إذا دخل وقت الفرض، إذا دخل وقت الفرض تتيمم، أو أبيح غيره. ما هو غير الفرض؟ النافلة. ومتى تباح النافلة؟ في غير وقت النهي. يعني إذا كان في غير وقت النهي جاز التيمم، وإذا كان في وقت الفرض جاز التيمم ورفع الحدث. وهذا مبني على أصل كبير جدا في المسألة، وهي هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟ هل التيمم مبيح يعني يستباح به فعل العبادة؟ هل التيمم يستباح به فعل العبادة؟ نعم، هذا معنى مبيح، أي أنه يبيح لنا فعل العبادة، أو هو رافع للحدث فيأخذ حكم الماء؟ قولان لأهل العلم. المؤلف يقول بأنه مبيح وليس برافع، لا يرفع الحدث هو، بل يبقى حكم الحدث. ولهذا يشترط أن يدخل وقت الفرض، لا بد أن يدخل وقت الفرض، فإذا دخل وقت الفرض استطعنا أن نستبيح هذه العبادة، أما قبل أن يدخل وقت الفرض فليس هناك حكم لهذا التيمم. إذن إذا أبيحت الفريضة، إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت النافلة جاز التيمم، وما لا فلا. وهذه هي المسألة الكبيرة التي ذكرناها، وهي هل التيمم مبيح أم رافع. الحنابلة يقولون بأنه مبيح، وهو مذهب الجمهور، يقولون بأنه مبيح. ودليلهم في هذا هو ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن كنت في سرية قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي سرية ذات السلاسل، قال فأجنبت وكان الجو باردا، فخشيت على نفسي إن اغتسلت نهلك، قال فتيممت وصليت بالناس وهو على جنابه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر القوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عمرا نعم قد صلى بنا وهو على جنابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد عند الحنابلة، قال يا عمر أصليت بالناس وأنت على جنابه؟ هكذا قال، أصليت بالناس وأنت جنب؟ سماه جنبا، قال أصليت بالناس وأنت جنب؟ قالوا فقال يا رسول الله إني أجنبت وخشيت على نفسي
وتذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في محل الشاهد هو عندما قال يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنوب؟ قالوا ولو كان الحدث ارتفع نعم لما سماه جنوبا، لقال له عمرو بن العاص قد ارتفع حدثي ولست على جنابه. نعم، فهذا هو دليل الجمهور. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فليتق الله. قالوا أن الماء رافع نعم، فإذا وجد الماء فقد ارتفع الحدث ما يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى، وقد انعقد الإجماع على أنه إذا وجد الماء ولو كان على طهارة من التيمم يلزمه أن يتوضأ. فقالوا لو كان الحدث يرتفع لما أمر المتيمم الذي قد رفع حدثه أن يتوضأ مرة أخرى، والجنب الذي كان على جنابه لم يؤمر أن يغتسل للجنابة التي عليه، وإنما يكفيه التيمم الذي تيمم له. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن التيمم رافع، أن التيمم رافع. وإذا قلنا بأنه رافع دخلت كل المسائل، هل يتيمم، هل يشترط دخول الوقت الفريضة؟ لا يشترط دخول وقت الفريضة. هل يشترط أن تكون النافلة الآن موجودة؟ لا يشترط. هل يشترط إذا دخل وقت فريضة وهو على تيمم سابق أن يتيمم مرة أخرى؟ لا يتيمم مرة أخرى، لأنه في حكم الماء تماما. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن التيمم رافع وليس مبيح، وليس مبيح، وهو أن المبدل البدل يأخذ حكم المبدل منه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن التيمم إنما هو يجيز فريضة دون أخرى، أو يجيز الفريضة التي في الوقت دون الأخرى، لأنها طهارة، الله جل وعلا سماها طهارة. قال الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، قال طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسماها طهارة، فسماها طهارة. وحكم الطهارة هي رفع الأحداث. وأما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإجماع انعقد على أن من وجد الماء عليه أن يتوضأ مرة أخرى، وأن من عليه الجناب عليه أن يغتسل، فهذا لا شك أن الغسل أكمل من التيمم، لا شك أن الوضوء أكمل من الوضوء من التيمم في رفع الأحداث، فهذا لا علاقة له في حكم الحدث في أنه مبيح أم رافع، ولكنه له علاقة بأن المرء يكمل رفع الحدث ويكمل رفع الجنابة، هذا هو فقط. وأما أنه يلزمه أن يتيمم مرة أخرى فلا علاقة له في المسألة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرة، أي ليتم طهارته، أي ليتم طهارته ويكملها. لكن إذا تيمم المرء لصلاة الظهر وبقي على طهارته ثم دخل وقت العصر فلا يلزمه أن يعيد التيمم على الصحيح من قولي أهل العلم. وأما حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من السنة أن لا يتيمم المرء لأن يصلي المرء بالتيمم الذي للصلاة التي قبلها، فهو حديث منكر وحديث ضعيف لا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. قال إن وجد ماء لا يكفي، هذا شخص عنده ماء، هذا يكفي لليدين للوجه ولليدين للمرفقين فقط، ولا يكفي للرأس وللرجلين نعم، هل يجب عليه أن يستخدم هذا الماء لوجهه ويديه لمرفقيه ويتيمم عن الباقي، أو أنه يتيمم، أو أنه يتوضأ ولا يتيمم يكفيه فقط ما اغتسل له؟ 3 أقوال كلها، قيل بأنه يستعمله ويتيمم، وقيل إنه يتيمم فقط، وقيل إنه يكتفي بالماء ويسقط عنه الباقي. المشهور مذهب أحمد وما سمعتم أنه يستعمله ويتيمم للباقي. وسدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرهم الله جل وعلا بالوضوء وأنت تستطيع أن تغسل بعضه فأتي بما تستطيع، والذي لا تستطيعه أمرك الله بالتيمم نعم فأتي أيضا بما تستطيعه بما تستطيع. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المكلف أن يستعمل ما يستطيع
ويتيمم عن البدل. القول الثاني ومذهب حنيفة ومالك أنه لا يلزمه استعماله، لأن الطهارة جزء لا يتجزأ، لا ليس عندنا طهارة لليدين والوجه فقط والرجلين لا تكتمل ثم نقول بأنك تطهرت، وإنما الطهارة إما أن تكون كاملة بالماء وإما أن تكون كاملة بالتيمم. الطهارة إما أن تكون كاملة بالماء وإما أن تكون كاملة بالتيمم. ليس عندنا أن الماء يرفع البعض والتيمم يرفع البعض، ليس عندنا. ولهذا الأحناف يقولون بأنه كيف يجب على العبد أن يستخدم الأصل والبدل، وإنما هو إما أصل ما نستعمل الأمرين. فقالوا بأنه يسقط الاستعمال الماء ويلزمه فقط التيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم طهارة كاملة، وأما استعمال الماء فليس بطهارة كاملة، والتيمم ليس بطهارة كاملة، وإنما هو عن الجزء الذي لم يتيمم له. والأحوط هو القول الأول، والله تعالى أعلم. قال نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. انتقل إلى مسألة المجروح الذي على جسده أو على مواضع الوضوء فيها جرح، ما الذي يلزمه؟ قال: يتيمم للجرح عند غسله، يتيمم له. إذا وجد في اليد جرح لا يستطيع أن يغسله بسبب أنه يضره، قال يتيمم له. ومتى يتيمم؟ هو بالخيار، إما أن يتيمم عند وصوله، يعني إذا غسل وجهه ثم غسل يديه المرفقين يتيمم لهذا الموضع، وإما أن يتيمم بعد نهاية الوضوء، إذا انتهى من وضوئه نعم تيمم لهذا الموضع الذي لم يستطع غسله. فهو مخير بين أن يتيمم في الموضع وإما أن يتيمم بعد الطهارة كاملة. قال: يتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه. إذا أمكن مسحه فإنه يكتفي به فيمسحه، نعم يكتفي به ويمسح ولا يلزمه التيمم. ولهذا قال: إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يغسل وجهه ويغسل رجليه. والعجيب أن المؤلف رحمه الله ترك الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة، الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة أنه إذا استطاع المسح فيلزمه التيمم والمسح، وإذا لم يستطع المسح فقط يلزمه التيمم. فعند الحنابلة أن الواجب على الجريح أن يمسح وأن يتيمم ولا يكتفي فقط بالمسح، أما إذا كان لا يستطيع المسح فيتيمم ويسقط عنه المسح. واستدلوا بقصة ذلك المجروح الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن وتسمى الحديث بمسمى صاحب الشجة، أن قوما كانوا في سرية فأصابت رجلا ضربة فشجت رأسه فأصابته الجنابة، فاستفت الناس بأن يتيمم، فقالوا: والله لا نجد لك رخصة، أنت الآن جنوب، فكيف نجد لك رخصة؟ فلما رأى هذا الأمر اغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب على وجهه، فقال: قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ثم يتيمم ويمسح ثم يتيمم ويغسل سائر جسده. هذا هو الدين يا إخوان، الدين دين اليسر، هكذا هو، هكذا ديننا، دين اليسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لماذا؟ لأن هذه الفتوى مخالفة لأصل الشريعة. أصل الشريعة هو الحفاظ على البدن، هذا هو الأصل، الحفاظ على البدن. إنما جاءت الشريعة بالحفاظ على خمس، منها الحفاظ على البدن. كيف تكون الشريعة سبباً في إتلاف النفس؟ هذا ما يكون، هذا ما يمكن. كيف تكون الشريعة سبباً في إتلاف النفس والشريعة إنما جاءت لحفظ النفس؟
ولهذا قال صلى إنما شفاء العي، العي يعني الجهلة، العي العي الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع، قال إنما شفاء العي السؤال. وفي زمننا هذا والله المستعان أصبحنا الآن نسمع في كل يوم من هذه الأنواع من الجهلة، لا من الرجال ولا من النساء، كل يفتي حسب ذوقه وحسب ما يراه وحسب ورعه وحسب يعني احتياطاته. والناس إذا أراد أن يحتاط أفتى بأشد، وهكذا أصبح الذوق هو يعني هو الأصل. هم الآن افتوا بأن بالأحوط عندهم أنه كيف يصلي وهو جنوب، فقالوا اغتسل وراعي الصلاة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب حتى قال قتلوه قتلهم الله، وهذا في معنى الخبر والدعاء، قتلوه قال قتلهم الله، هذا هو دعاء، فهذا شيء عظيم. إلا أن هذا الحديث متكلم فيه عند أهل الحديث، والحديث معلول أعلّه الأئمة منهم الإمام أحمد وغيره. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ولهذا كان القول الثاني في المسألة وهو أنه لا يمكن الجمع بين تيمم ومسح وبين غسل. فالصحيح من كلام أهل العلم وهو أيضا رواية في مذهب أحمد أنه يكتفى بالمسح ولا يشرع التيمم. فعندنا ثلاث حالات للمجروح على الصحيح من كلام أهل العلم. الحالة الأولى نعم أن يستطيع الغسل ولا يضره الغسل، فهنا يجب عليه أن يغسل. يعني واحد فيه جرح في كفه لكن الماء لا يضره، هل يتيمم له؟ لا، نقول يجب عليك غسله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون فيه جرح ولا يضره المسح ويضره الغسل، يضره الغسل ولا يضره المسح، فهنا يجب عليه المسح ولا يجب عليه التيمم، ما يتيمم عنه، وإنما نقول امسح هذا الجرح، امسح هذا الجرح. ونحن نتكلم الآن فيما إذا لم يكن عليه جبيرة ولا لاصق. الحالة الثالثة أن يضره المسح ويضره الغسل، يضره المسح ويضره الغسل، وهذا في حالة ضيقة. لكن هذه الحالة الثالثة هنا اختلف أهل العلم. المشهور من مذهب أحمد أنه يتيمم له، والصحيح أنه لا يتيمم له وإنما يسقط عنه، لأن الله لم يأمرنا بالجمع بين عبادتين، بين أصل وبين بدل. أما إذا كان عليه لاصق فقد مرت معنا المسألة في باب المسح الخفين، إذا كان عليه لاصق قلنا بأنه يتيمم بأنه يمسح على هذا اللاصق ولا حرج عليه. ثم قال وطلب الماء شرط فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. طلب الماء شرط، طلب الماء شرط، نعم الله قال فإن لم تجدوا ماء، إن لم تجدوا، ومن لم يجد الماء معناه أنه بحث عنه ولم يجده. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في مكان ما يقول والله ما يحتاج أدور، أغرب وقت ظني أني لن أجد الماء، فهنا نقول يحرم عليك أن تتيمم، لا بد أن تبحث. إن كان عندك جماعة قريبة منك تذهب إليهم وتسألهم، إن كنت في مكان منخفض لا بد أن ترتفع على جبل لترى أن هل عندك أحد، هل حولك أحد، عندك ماء، عندك نهر، عندك ماء، عندك قوم، عندك، وهكذا. فلا بد من البحث، لا بد من البحث. لكن لو قدر أنك في أرض منبسطة ترى آخرها وترى ما خلفها وليس يحجبك عن الرؤية شيء، نعم، فلا يجب عليك، لأنك الآن في حكم المتيقن، لا ترى شيئا. لكن لو كان عندك شجر يعيقك عن الرؤية فلا بد أن تذهب، لو كان عندك جبل يعيقك عن الرؤية فلا بد من البحث. إذن طلب الماء شرط إذا لم يجزم بعدم وجود الماء. أما إذا جزم بعدم وجود الماء هل يلزمه البحث؟ لا يلزم، عبث أن نقول له ابحث وهو يرى يمينه ويساره وخلفه وأمامه لا يوجد هذا الماء. والله يقول فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء. قال وطلب الماء شرط فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إن نسي قدرته عليه، لو أن شخصا بحث وكان معه السيارة والسيارة ناسي أن فيها يعني ماء، ولكنه نسي، بحث ولم يجد شيئا، فلما صلى تذكر أن في السيارة ماء، فما الحكم؟ يقول بأنه يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه واجد للماء، خلاف الإمام بحنيفة رحمه الله. يرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يلزمه لأنه فعل ما كلف به، بحث ولم يجد. نعم، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، ولكن قول الجمهور لا شك أنه
أوقع في مثل هذه المسألة، إن الله قال فلم تجدوا، وهذا هو واجد لكنه هو قصر في البحث. فالصحيح أنه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه يلزمه الإعادة. ثم قال وفروضه أي الوضوء أي التيمم، قال مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. فروض التيمم قال مسح وجهه، والوجه سبق لنا في باب التيمم وهو في باب الوضوء، وهو منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، إلى من حدر من الذقن، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن. فيلزمه أن يمسح الوجه، أن يلزمه أن يمسح الوجه مع التعميم، فيقول هكذا ويعم الوجه كاملا، يعم الوجه كاملا، لأن الله قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيلزمه أيضا التعيين كما قلنا في الرأس. كذلك الوجه، كذلك اليدين، كذلك يلزمه مسح اليدين، مسح اليدين. وقد اختلف العلماء هل هو يلزم يديه إلى كوعي إلى المرفقين أم إلى الكوع، وهذا الكوع، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع، هل يمسح يديه فقط الكفان أم إلى المرافق؟ جمهور الفقهاء على أنه يمسح إلى المرافق، جمهور الفقهاء على أنه يمسح إلى المرافق. لماذا؟ قالوا عندنا حديث عند أبي داود من حديث جابر من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضربتان، التيمم ضربتان للوجه ولليدين إلى المرفقين، قالوا وهو قياس على الوضوء. وهذا الحديث حديث جابر حديث ابن عمر ضعيف ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان المشهور مذهب أحمد وهو مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة على الجمهور، وهو أن فقط التيمم يلزمه للكفين فقط. والدليل على هذا قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بينما في آية التيمم وفي آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، قال لو لم يقل إلى المرافق لكان حتى الوضوء إلى هنا، والله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وين؟ فأصل إطلاق الشرع إلى اليد إنما هو إلى الكوع فقط، هذا هي اليد، هذه هي الكف، ولو كان التيمم إلى المرافق لقال إلى المرفقين كما قال في آية الوضوء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عامة أهل الحديث على أنه إلى الكوع فقط، إلى اليدين الكوع فقط، وليس إلى المرافق. والدليل على هذا أيضا حيث عمار بن ياسر في الصحيحين، فإن عمار بن ياسر أصابته جنابة وكان في الصحراء، فأصابته جنابة، قال عمار فكان يعرف حكم التيمم هو لكن ما يدري صفته، هو يعرف أن في شيء اسمه تيمم ولكنه لا يعرف صفة التيمم، قال فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، يبي يطلع من الخلاف كله يقول أمسح كل شيء وأنا أصبت الفروض التيمم، قال فتمرغت، حتى ما قال وإنما تمرغ تمرغا كبيرا، قال فتمرغت كما تمرغ الدابة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره انظر إلى عبادته، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك ويديك هكذا، وضرب بيديه إلى كوعيه، إلى كوعيه. فالصحيح هو مذهب الحنابلة وهو الذي عليه الدليل. قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، إذن الفروض كذلك الترتيب والموالاة، لأنها في حكم إيش؟ في حكم الوضوء، سبق لنا من فروض الوضوء الموالاة والترتيب، والله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا بد من الترتيب. قال في أصغر، لماذا قال في أصغر؟ لماذا قال في أصغر؟ احترازا من إيش؟ ها؟ من الأكبر. ولماذا الأكبر لا يأخذ حكمه؟ لأن سبقنا في باب الغسل أنه لا يجب الموالاة ولا يجب الترتيب، أو لا؟ الغسل هل يجب الترتيب؟ هل يجب الموالاة فيه الغسل؟ ذكرنا أن هذا رجحنا في هذا 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 القول، وأنه لا يجب الموالاة ولا يجب الترتيب، ولا يجب الترتيب، صح ولا لا؟ فقالوا حكم الماء، حكم التيمم، حكم الماء، إن كان في أصغر وجب الترتيب والموالاة، وإن كان في أكبر لم يجب ترتيب ولا موالاة. والقول الثاني أنه لا يلزم الترتيب ولا الموالاة لا في أصغر ولا في أكبر، لأن المسح في حكم العضو الواحد، المسح في حكم العضو الواحد، فهو أخذ ترابا واحدا، أخذ ترابا واحدا، لو كان يضرب ضربتين
لكان له وجه الترتيب، لكنه يضرب ضربة واحدة فلا يلزمه الترتيب، وهذا أقوى. بقي علينا مسألة وهي هل التيمم ضربتان أم ضربة واحدة؟ هل التيمم ضربتان أم ضربة واحدة؟ المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذا وهي محل خلاف، ولكن الصحيح أن التيمم ضربة واحدة بدليل حديث بالجهم في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم ضرب بالجدار فتيمم ولم يضرب ضربة أخرى، وكذلك حديث عمار ضرب بيديه ضربة واحدة ولم يضرب ضربة ثانية، فهذا هو الصحيح أن التيمم ضربة واحدة. وصفته صفته عند الفقهاء أن يقول بسم الله، هذا صفته عند الفقهاء أن يقول بسم الله ثم يفرج بين أصابعه ثم يضرب بيديه الأرض من أجل أن يدخل الغبار إلى داخل أصابعه، ثم بعد ذلك يمسح وجهه. الفقهاء يقولون بأنه يمسح وجهه بأصابعه، يمسح وجهه بأصابعه هكذا، يمسح فقط يستخدم الأصابع، نعم، ثم يمسح كفيه بباطن كفيه، فيبدأ باليمين ولا باليسار؟ ها؟ نعم، يمسح اليسار على اليمين لأجل أن يتيمن، فيمسح باليسار باطن اليسار على الكف، نعم، ثم يمسح بباطن اليمين على الكف. لماذا يفعلون هذا؟ لأجل ألا يكون مستعملاً، لأجل ألا يكون مستعملاً. يقول كما أن الماء لا مستعمل لا يصلح كما سبقنا في باب المياه، يعني أنت لا قلت كذا الآن ثم مسحت وجهك استعملتها الحين كل يديك، هذا الغبار كله استعملته، فإذا جئت إلى كفيك تيممت بتراب استعمل في رفع حدث. فماذا فعل الفقهاء من أجل أن يبتعدوا عن استعمال التراب المستعمل؟ قسموا اليد إلى قسمين، الأصابع للوجه وباطن الكف للكف، ولكن هذا القول غير صحيح أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التيمم ولم يقل بهذا القول كله، وإنما قال نعم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك، ولم يفصل هذا التفصيل. فالصحيح أنه يمسح كما رأيتم، ولهذا في الرأس الإنسان يمسح يقول هكذا ثم يرجع مرة أخرى، هذا الرجوع هو أيضا في شيء مستعمل مرة أخرى، فالصحيح أنه كما قلنا إن العضوين في حكم العضو الواحد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا. قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا وأطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. نعم، قال رحمه الله تعالى ونية الاستباحة شرط. سبق لنا أن الحنابلة ماذا يقولون؟ التيمم مبيح ولا رافع؟ مبيح. إذن يقول لا بد نية استباحة، ما هو نية رفع الحدث، وإنما نية استباحة. وسبق لنا أن الصحيح أن التيمم رافع وليس مبيح، فلا يحتاج فقط إلا نية التيمم، إن الإنسان يقصد التراب وهذا هو النية. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، يعني لابد أنك تتيمم لأجل الصلاة، لابد أنك تتيمم لأجل النافلة، وهذا كله مبني على القول المرجوح. قال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، قال هو استباح النفل فلا يستطيع أن يستبيح الفرض، وهذا مبني على إيش؟ على أن التيمم مبيح وليس برافع. نعم، قال أو أطلق، لو تيمم بدون أن ينوي لا فريضة ولا نفل كذلك، لو تيمم بدون أن ينوي نافلة أو فريضة كذلك لا يصلي به فرضا، وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح وليس برافع على خلاف الراجح. ثم قال ويبطل بخروج الوقت، هذا باتفاق العلماء أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء. نعم، احنا قدمنا قال يبطل بخروج الوقت، هذا مبني على أيضا مسألة المبيح ورافع، إن قلنا بأنه رافع يبطل ولا ما يبطل؟ لا يبطل، هذا هو الصحيح. ثم قال ومبطلات الوضوء، وهذا محل اتفاق بين العلماء أنه إذا أصابه ريح أو أصابه بول فإنه أو أكل لحم جزور فإنه يبطل تيممه، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. قال وبوجود ماء كذلك. قال إن تيمم لفقده، شخص تيمم، طبعا عندنا ثلاث حالات أو أربع، نشوف الحالة الأولى أن يتيمم ثم يجد الماء قبل أن يصلي،
أن يتيمم، لما انتهى فأراد أن يصلي جاء شخص معه ماء، يبطل التيمم ولا ما يبطل التيمم؟ يبطل التيمم إجماعا ويلزمه أن يتوضأ، هذا باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الصلاة، بعد ما صلى وجد الماء، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ عند جمهور الفقهاء لا يلزمه إعادة الصلاة إلا عند مالك رحمه الله، ما دام في الوقت فإنه يرى الإعادة. واستدلوا على هذا بحيث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أن رجلين خرجا فلم يجد الماء فتيمما، فلما تيمما وجد الماء وفصليا، فلما صليا وجد الماء، فأما أحدهما فأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بذلك، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يصلي قال أصبت السنة. وهذا من يعني كمال التربية في من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خلق المعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث معنفا ولا وإنما بعث رحمة، فانظر كيف يعني أرضى هذا وأرضى هذا وبين من الأحسن. الأحسن الذي أصاب السنة، هذا هو الأحسن، ولكن هذا ما نوى إلا الخير، ولكن هذا ما نوى إلا الخير، فقال لك الأجر مرتين وأنت أصبت السنة. فالناس فهموا أن إصابة السنة أولى من هذا، ولكنه لم يعنف هذا ولم يوجد في نفسه منقصة أو أنك جاهل أو أنك لا تعلم أو أنك كيف تفعل هذا، وإنما هو أعادها للحرص على الخير فقط، للحرص على الخير. وهذا هو حقيقة، هذا هو الواجب على ورثة الأنبياء أن يكونوا معلمين وميسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأبي موسى الأشعري قالهما تطاوعا ويسرا ولا تعسرا فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ذلك الأعرابي الذي في الصحيحين لما بال في المسجد منكر عظيم يا أخوان، واحد يبول في المسجد هذا منكر عظيم، المساجد لله لا تحافظ عليه أكثر ما تحافظ على بيتك، ويبول في المسجد والصحابة يثورون ورسول الله يقول لا تزرموه دعوه. قال فإنما بعثتم ميسرين دعوه. فلما انتهى نادى السلام قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الأذى والقدر، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والصلاة. ولهذا في الرواية الأخرى اللي في مسلم أن الأعرابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. وقصة معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة لما عطس رجل نعم فقال له يرحمك الله. وتعلمون سيأتينا إن شاء الله بالصلاة أن خطاب الآدمي في الصلاة مبطل للصلاة إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. فبدأ الصحابة يضربون أفخاذهم من أجل يسكتوا، فلما رآهم يضربون أفخاذهم قال ويحكم ما بالكم تنظرون إلي، زاد الكلام فسكت. قال فبأبي هو أمي ما رأيت معلما قط أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا كهرني. هذه هي صفة المعلمين، هذه صفة المعلم يكسب الرحمة. ولهذا قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أعظم صفة في الأنبياء هي الرحمة، وألزم ما يكون ممن يأخذها هم ورثتهم. قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال الله لموسى قال آتيناه علما من عندنا في قصة الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال رحمة من عندنا. فإذا رأيت هذه أنت يا طالب العلم، إذا رأيت الرحمة ما هي عندك نعم فراجع علمك. من أول ما يكون لك من الصفات هي رحمة الخلق والحفاظ على الحق، لابد تحافظ على الحق، ولكن يكون هناك رحمة للخلق. قال هو ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء بوجود ماء من تيمم. بقيت المسألة الثالثة وهي إذا وجده في أثناء الصلاة. إحنا قلنا قبل الصلاة
وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة. الحالة الثالثة إذا وجده في أثناء الصلاة. المؤلف يقول إذا وجده في أثناء الصلاة تبطل الصلاة ويبطل التيمم، فيقطع صلاته ويصلي من جديد، يتوضأ ويصلي من جديد. لماذا؟ قالوا لأنه لم يصدق عليه أنه غير واجد للماء، هو الآن واجد للماء. ولهذا هم يلغزون، الحنابلة يلغزون لغزا طريفا، يقولون شخص يصلي وأبطله صوت الحمار، أبطل صلاته صوت الحمار. كيف ذلك؟ هو ضاع حماره فيه الماء، بحث عن الحمار ما وجد الحمار، فلما قال الله أكبر أدرى الحمار جاء، فسمع الصوت نعم، فبطلت الصلاة لأنه وجد الماء. فهذا على أصل الحنابلة أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة تبطل، المعروف أن صوت الحمار ما يبطل الصلاة، ولكن هذا الماء موجود مع الحمار الذي تاه. نعم. والقول الثاني في المسألة وهو أيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الصلاة لا تبطل، أن الصلاة لا تبطل لأنه دخل بها بسبب صحيح شرعي، وهو أنه تيمم وصلى، والله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا تيمم ودخل في الصلاة. الصلاة يحتاج إلى دليل خاص، إبطال الصلاة التي دخل فيها بشكل صحيح يحتاج إلى دليل خاص، وهذا الدليل غير موجود. ما عندنا أن أحد يجوز له أن يقطع الصلاة إلا في حالة معروفة. ما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، والله جعل يقول لا تبطلوا أعمالكم، فهذا لم يجد الماء فتيمم ثم صلى، فلا تبطل صلاته على الصحيح من كلام أهل العلم. ثم قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. هذه المسألة صورتها شخص ما وجد الماء نعم، ولكنه راجي أن يجد الماء بعد ساعة أو بعد نصف ساعة قبل خروج الوقت، هل يجب عليه أن يؤخر أو الأفضل له أن يؤخر؟ المؤلف يقول سنة لراجيه، ما يجب عليه. يعني شخص بعد مثلاً 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو في سيارته سيجد محطة ودخل الوقت، هل نقول لا تتيمم وهو الآن دخل الوقت؟ فقال أنا والله ودي أصلي الآن، فهل نقول له لا ابقي 50 كيلو في محطة تصبر؟ هو الآن راجي للوقت ولا راجي للماء ولا عالم بأنه سيصل إلى الماء؟ أجيبه، لكن معروف بعد 50 كيلو في محطة، راجي ولا عالم؟ العالم هو الله لا أحد يعلم، هذا عنده الغلبة الظن سيصل، أليس كذلك؟ ولهذا الفقهاء لا يقولون لعالم بوصول الماء، ما يقولون بعالم، لأن ما في أحد، في علم الغيب، في علم الغيب أنه سيصل إلى الماء أو لا يصل، هذا لا يعلمه إلا الله، ما في أحد يعلم أنه سيصل بعد ذلك. ولهذا يقول لراجي الماء، اللي يرجي وصول الماء والوصول إلى الماء وكذا، هذا هو الذي نعم هو الذي يسن له تأخير الصلاة، لكنه يجوز له لأنه قد لا يستطيع الوصول والوقت دخل عليه وخطئ بالصلاة. وهذا أعني أنه لا يجب عليه تأخير، هذا هو مذهب عامة العلماء، ما يقولون بأنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة، ما يجب، لكنك مخاطب أنت الآن، ومن يضمن أنك ستبقى إلى حين وصول الماء؟ لا يضمن لك أحد، وكونك تموت على صلاة أو لا من أنك تموت قبل أن تؤخرها. فلهذا لا ترد علينا مسألة لعالم بوصول الوقت، ما عندنا مسألة هذه. وعليه لو أن شخصا جالس في البر وموعد ربعه سيأتون إليه بعد ساعة، سيأتون ربعه أكيد سيأتونهم نعم، فهل يؤخر الصلاة؟ حتى يجب عليه أن يؤخر الصلاة؟ لا يجب عليه، لأنه راجي فقط وليس بعالم. الحنابلة يقولون يسن تأخير الصلاة أفضل لأجل أن تكتمل الصلاة ويكون بوضوء، وهذا قول مرجوح صحيح مذهب الشافعي، وهو أنه أداء الصلاة في وقتها ومن حين ما تدخل هذا أفضل، وتقديمها ومن يضمن الوصول. ونعم نعم لو كانت المسألة قريبة، لكن مثل التأخر بنصف ساعة وكذا، فعمل الصلاة هو أولى، لسيما أن التيمم طهارة شرعية، الله جل وعلا سماها طهارة، فهي طهارة شرعية. ثم قال ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط،
على حسب حاله ولا إعادة. هذه يسميها الفقهاء، لها لقب عند الفقهاء، ويسمونه بعادم الطهورين. عادم الطهورين، واحد لا عنده ماء ولا عنده أرض يتيممها، شلون هذا؟ أنا عايش فيه هذا. لا أرض ولا المصلوب. نعم المصلوب، تسمى هي مسألة المصلوب. واحد مصلوب، عافانا الله وإياكم من ذلك، نعم مصلوب ولا يستطيع لا أن يأتي المس الأرض ولا أن يسأل المس الماء، يسمى عادم الطهورين. أو أحيانا يكون مقيد، نعم مقيد لا يستطيع أن يجعل يديه على الأرض، يسمى بعادم الطهورين. ما حكمه؟ المؤلف يقول يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط بالعجز. العجيب أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال قدروها. الأول أنه يصلي على حسب حاله، والثاني تسقط الصلاة مطلقا، تسقط، قالوا إذا خرج الوقت خلاص هو لا يستطيع للطهارة، تسقط الصلاة مطلقا، وهذا مذهب مالك. الثالث، ها نعم، متى ما فك أسارة تجب عليه، وإذا مات وهو ما سقطت عنه، نعم، وهذا مذهب الشافعي. الرابع، ها يصليها ويعيد، يصليها ويعيد، صلي الحين وبعد سنة إذا فك أسارة نقول له صلي الصلوات كل اللي صليت هذولي. وهذا، ولهذا كان قول الحنابلة هو المتمشي مع قواعد الشريعة، الواجبات تسقط، تسقط بالعجز. عندنا دليل في المسألة خاص، نعم عندنا دليل، ما هو؟ حديث عائشة السابق ذكرته، ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بحثوا عن عقد عائشة فلم يجدوه؟ حتى الآن ما نزلت آية التيمم. قال فصلى الناس بلا ماء، عجزوا عن الماء وليس عندهم بدل، تركوا الصلاة ولا لا؟ ما تركوا الصلاة، فعلوها في وقتها. طيب ليس، ثم نزل التيمم، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، فماذا يفعل؟ يصلي، يصلي على حسب حال. إذن عندنا حديث خاص في المسألة، هو حديث عائشة أن الصحابة فعلوا ما أمروا به، فعلوا ما أمروا به. ثم قال ويقتصر على مجزئ فقط، يقتصر، هذا عادم الطهورين، يقتصر على مجزئ، يقرأ الفاتحة ولا يزيد قراءة سورة وكذا، لأنه ليس على طهارة وليس على تيمم، ويصلي بلا طهارة، وسبق لنا كيف الإنسان يصلي بلا طهارة، المسألة ما هي سهلة. فقالوا يكتفي في المجزئ فقط، يكتفي بالمجزئ، ولهذا قالوا يقتصر على مجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إذا كان جنوبا، إذا كان جنوبا، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا على القول المرجوح أيضا، والصحيح أنه يصلي، يفعل النوافل ويقرأ على حسب حاله. والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه قدر استطاعته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب النجاسة. قال فصل، وهذا يسمى باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. وسبق لنا أن النجاسة عين محسوسة، عين محسوسة تزال بالماء وما يزيلها، في على الخلاف الذي ذكرناه في المحاضرة والدرس السابق. قال تطهر أرض ونحوها، بدأ بكيفية تطهير الأرض، هذه النجاسة أصابت هذه الأرض، كيف تطهر هذه الأرض؟ نحن أمام خيارات، إما مثلا لو كان في تراب، إما أن نشيل التراب هذا ونلقيه خارجا، التراب نفسه اللي أصابه هذا البول أو هذا، نعم نشيل التراب ونزيله، أو نحفر له ثم ندفنه ونأتي بتراب جديد، أو أن نصب الماء عليه فقط، هذه كل احتمالات وهي أقوال لأهل العلم. لكن المؤلف يقول تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء فقط، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصابت الأرض نجاسة بول أكرمكم الله وأكرم بيته، فإنه فقط
يريق على هذا التراب الماء حتى يرى أن النجاسة قد زالت. فإن كان لها جرم وليست جرم، الجرم هو المعصية، وإن كان لها جرم نعم، فماذا يفعل؟ يزيل العين، لابد من إزالة العين، نعم يشيلها بأي شيء ثم يغسل هذا الأثر المتبقي بالماء الذي يزيل هذه النجاسة، يزيل هذه النجاسة. ولهذا قال وإزالة عين النجاسة وأثرها. أما لو كان بولا نعم فإنه يريق عليه الماء ثم تزول هذه النجاسة. والدليل على هذا هو حديث الإمام الأعرابي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا مع أصحابه، فجاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء، فصبوا عليه الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بحفر ولا بإزالة التراب ولا بشيء من ذلك، وإنما اكتفى بإزالة النجاسة بالماء. قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. الطفل الذي لم يأكل الطعام هو الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة نعم، وإنما يكتفي بحليب أمه نعم أو الحليب فقط، يعني فهو لا يأتي للطعام يشتهيه، لا يأتي للطعام يشتهيه ويفرغ، وإنما هو طعامه هو الحليب فقط. هذا هو الغلام الذي لم يأكل الطعام. المؤلف يقول بأن الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام وليس الجارية، وإنما الغلام الذي لم يأكل الطعام بوله وقيئه نجس، بوله وقيئه نجس. وهذا عند عامة أهل العلم أن بول الغلام وقيئه نجس، هذا عند عامة الفقهاء، لكن نجاسته مخففة. لماذا؟ قال بغمره به، يعني نضح فقط، يكفي الغمر ولا يلزم الغسل، لا يلزم الغسل، وإنما يكفي النضح فقط، أنه يرش عليه الماء ولا يلزم غسله وفركه، لا يلزم هذا كله، لا يلزم هذا كله. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم خلافة للحنفية والمالكية، الصحيح أن بول الغلام وقيئه يجزئ فيه النضح والرش. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أم قيس أن النبي أنها جاءت بغلام لم يأكل الطعام، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال في حجره الشريف صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فنضحه، ولم يغسله ولم يفرك، وإنما فقط نضحه. وجاء أيضا في حديث كرز وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي السمح عند أهل السنن كل هذه الأحاديث أن صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، أي أن الجارية يغسل. فاستشكل العلماء ما الحكمة، لماذا الغلام ينضح والجارية تغسل؟ أبو الحسن في زوائد على سنة ابن ماجة، تعلم سنة ابن ماجة ابن ماجة فيها زوائد للراوي أبو الحسن على سنة ابن ماجة، أسند إلى الشافعي وذكر التفريق بين الجارية وبين الغلام، فقال إن الجارية خلقت، إن الغلام خلق من ماء وطين، آدم عليه السلام من ماء وطين، والجارية خلقت من دم، ويقصد به لما خلقت حواء من ضلع آدم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي أنها أصلها من دم، فهي ليست أصلها من التراب الذي هو أكمل وأطهر، هذا كلام رحمه الله تعالى. وقيل بأن الغلام بوله أكرمكم الله أكرم بيته يتناثر وينتشر نعم، بخلاف الجارية فإنه في محل واحد يسهل الإحاطة به. ومن أيضا من التفاريق العجيبة أنهم قالوا إن الغلام يكثر حمله نعم، والجارية لا يكثر حملها، وهذا فيه نعرة جاهلية، هذا فيه نعرة جاهلية. ولكن الصحيح هو أن نقول بأن هذا هو الشرع، والحكمة الله جل وعلا أعلم بها. قال ولهذا كان الصحيح أن الغلام ينضح والجارية يغسل، والجارية يغسل على الصحيح من قولي أهل العلم. والعجيب ابن حزم الظاهري
نحن ذكرنا بعض يعني أقواله في الدروس السابقة. هذا من المسائل التي انتقدت على ابن حزم، يرى أن بول الغلام والكبير والصغير لا يفرق بينهما، وهذا عجيب. وعند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عندما بال في المسجد أمر صلى الله عليه وسلم بغمرة بالماء ودعا بسجل دلو ما هو شوي يعني، فهذا من عجائبه رحمه الله تعالى. قال: وغيرهما يعود على ماذا؟ على البول والقيء من الغلام. قال: وغيرهما بسبع غسلات. انتبهوا لهذا مذهب الحنابلة، شوف كيف رحمة الله عليهم. الحنابلة يقولون جميع النجاسات توصل سبع، فإذا أصابك من نجاسة مثلا بول أو كذا ثوبك، نعم ثوبك من بولك، فيجب عليك أن تغسلها سبع مرات، لا تكتفي بواحدة ولا باثنتين ولا بثلاث ولا بأربعة، وإنما بسبع غسلات. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، ويستدلون بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر لا يصح، بل هو شديد الضعف ومنكر، وإنما الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن النجاسة يكتفى بإزالة عينها، لا بواحدة ولا باثنتين. متى ما زالت، سواء كانت واحدة أو كانت اثنتين أو كانت ثلاثة أو كانت أربعة أو كانت خمسة بلا تحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض، سئل النساء، عائشة عنها تقول سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب المرأة، يصيب إحدانا دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ما في سبع ولا في، وهو دم حيض. ولهذا كان الصحيح هو مذهب الجمهور أنه يكتفى بغسلة تزيل النجاسة سواء كانت واحدة أو كانت اثنتين. قال: أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. عندنا نجاسة الكلب والخنزير لها حكم خاص. المؤلف يقول سبع غسلات، ما الدليل على هذا؟ قالوا: الدليل على ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة. قالوا: هذا دليل على أن نجاسة الكلب نعم تغسل سبعة. طيب والخنزير؟ قالوا: الخنزير أشد نجاسة من الكلب، الله جل وعلا قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو أشد من الكلب فيقاس عليه من باب أولى. فجعلوا الكلب والخنزير تزيد على الأنجاس بماذا؟ بالتراب. لا، السبع عند الحنابلة سبع، لكن زادوا ماذا؟ التراب. فقالوا أيضا يزاد على السبع غسلات التراب لحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعة. وهذه المسألة من المسائل الطويلة، والصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة أولا أن عندنا نجاسة الكلب والخنزير على قسمين، ما هي على قسم واحد. أولا الكلب والخنزير عندنا مسألة في سؤرة، وعندنا في نسألة في نجاسة جسده وعرقه وشعره، فلا تلازم بين المسألتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا ولغ، ما قال اغسلوا نجاسة الكلب سبعا، ولا، وإنما الكلام في الحديث على الولوغ، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه. إذن هذا حكم خاص في ماذا؟ في الولوغ، وليس عاما في كل الكلب عرقه وجسده وبدنه وشعره، ليس حكما عاما في هذا. والدليل على هذا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز صيد الكلب وصيد المكلبين، فأجاز صيد الكلب وأجاز اقتناءه كما في الصحيحين، فكيف يعض هذا الكلب على الصيد ثم نأكله ولا نغسله؟ ولو كان هذا يجب الغسل لقلنا بوجوب غسله سبعا مع التراب، وهذا لا يتصور أن تغسل اللحم ويغسل كذا بتراب. فلهذا كان الصحيح من كلام أهل العلم هو التفريق بين بوله، بين جسده، وبين سؤره. أما السؤر فهو دليل خاص في المسألة ظاهر، وهو أنه يجب غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبعا مع التراب. هذا هو الحديث الذي ورد فيه، وما عداه فله حكم خاص. مالك رحمه الله يجعل الغسل السبع وبالتراب يجعل من باب الاستحباب ولا يجعله واجبا، قال: لأنه لا معنى له
أن يجيز الله جل أن يجيز الرسول صلى الله عليه وسلم صيد الكلب ولا يأمر بغسل المصيد ولا ثم يأمر بهذا، ولكن الصحيح أن الحديث صريح قال طهور إناء أحدكم، فمعنى أن الولوغ له حكم، له حكم خاص. ولهذا اكتشف الطب الحديث أن ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء خرجت منه دودة تسمى الدودة الشريطية، وهي دودة مضرة بالبدن، فله حكم خاص حتى الولوغ له حكم خاص حتى أنه يضر بالبدن، لكن بقية جسده ما ثبت عن الشارع أنه يأمر بغسل الكلاب بنجاسة الكلاب سبعا. لو أن الكلب كان مبتلا فمر بك وأصاب ثوبك من شعره، ما جاء الحديث بأن نغسل هذا الثوب سبعا، وإنما الذي ورد فيه الحديث هو الولوغ. وأيهما أكثر، ملامسة الكلب ولا الولوغ؟ لا شك أن ملامسة الكلب أكثر، الذي عنده صيد يصيد به وكذا يلامس ثيابه ويلامس فروشه ويلامس جسده، هذا أكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم للولوغ. إذن عندنا حكم للولوغ وعندنا حكم للبدن، عندنا حكم للبدن. الولوغ مسألة مختلف فيها، لكن الصحيح هو أنه يغسل سبعا، يغسل سبعا، إحداها بتراب، إحداها بتراب. والدليل على التراب هو حديث مسلم، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب من أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. وأما رواية أبي هريرة، رواية أبي هريرة التي في الصحيحين فاغسلوه سبعا، زاد مسلم من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة زاد وإحدى أولاهن بالتراب، فهي رواية معلولة. التراب من رواية أبي هريرة معلول، التراب من رواية أبي هريرة معلول، وإنما أخذ التراب من وين؟ من حديث عبد الله ابن مغفل، وهو موقوف على أبي هريرة. التراب موقوف على أبي هريرة من رواية الأعرج ومن رواية أبي رزين ومن رواية أبي صالح، كلهم عن أبي هريرة يذكرونه موقوفا عليه ذكر التراب إحداهن بالتراب. ولهذا البخاري أعرض عن التراب من رواية أبي هريرة، ما ذكر التراب، وإنما جاءت من رواية مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه. الخلاصة هو أن نقول نجاء الكلب ينقسم إلى قسمين، ولوغه الصحيح من كلام العلم أنه يغسل سبعا ويعفر بالتراب، ويعفر بالتراب. هل هي الأولى أم الأخيرة؟ هل هي الأولى أم الأخيرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه يرى أنها الأولى، أولاهن بالتراب، وهي أكثر الروايات عن أبي هريرة، وهو الصحيح لأنه فيه كمال التطهير، لأن لو جعلنا آخرهن بالتراب احتجنا إلى غسلة ثامنة، احتجنا إلى غسلة ثامنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوه كم؟ سبعة، فلو جعلنا الأخيرة تراب لغسلناه ثمانيا، لغسلناه ثمانيا، وهذا غير صحيح. إذن تكون التراب هي أول الغسلات، ويجزئ نحو التراب من الصابون والأشنان عند الفقهاء الأوائل. الأشنان هو شجر يدق ورقه ثم يكون كالصابون، له فقاعات ويطهر، وفي زمننا هذا الآن هذه المنظفات المعلومة. والشافعي رحمه الله يرى أنه لا بد من تراب ولا يجزئ غيره، والصحيح هو مذهب الحنابلة. أما بقية بدن الكلب، أما بقية بدن الكلب فلا شك أن بوله وغائطه وما خرج هذا لا شك أنه نجس، لا شك. بقي عندنا العرق وعندنا الجسد شعره إذا كان مبتلا، فهل هو نجس أم لا؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، قيل بأنه نجس وقيل بأنه طاهر، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه طاهر وليس بنجس، واستدل على هذا بأدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية وتبول اختلفت روايات البخاري، في بعض الروايات أثبتها وفي بعض الروايات لم يثبتها، لكنها كانت تقبل وتدبر، معناها أنها كانت تخالط المساجد، فلو كانت أبدانها نجسة لحفظت المساجد منها، لو كانت أبدانها نجسة لحفظت من المساجد، وهو يقول كانت تقبل وتدبر. كذلك ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته جر كلب وجلس تحت السرير، وكان قد وعد جبريل فلم يأتي جبريل، قال فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسأل عائشة أين جر الكلب، توقع أن الكلب قد منع دخول الملائكة، فسأل فوجدوه تحت السرير فأخرجوه. فهذا يدل على أن الكلاب كانت تدخل بيوتهم وكانت تخرج. كذلك الله جل وعلا أباح صيد الكلب وأباح اقتناء الكلب للصيد والحفظ، هذا كل أدلة تدل على أننا نخالط هذه الكلاب وليست بنجسة، وهذا القول له حظ من النظر. قال
وخنزير فقط، والخنزير كما تعلمون المسألة خلافية، ولكن القياس ضعيف، قياس الخنزير على الكلب هو قياس ضعيف، والصحيح أن حكم الكلب حكم خاص لا يقاس عليه الخنزير. قال مع زوال وخنزير فقط مع زوالها أي النجاسة، ثم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. نعم لا يضر بقاء اللون والريح، والدليل على هذا ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض تغسله ويبقى اللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره، لا يضرك أثره، اغسليه بماء ولا يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أي أن هذا الأثر لا يمكن إزالته، فهو كاللون. ولهذا سبق لنا في باب الوضوء أن الإنسان إذا كان عليه جص أبيض أو كان عليه مثلا بوية أو كان عليه نعم يكون لها جرم ويكون لها لون، لا بد من إزالة الجرم هذا، صح ولا لا؟ لا بد من إزالة الجرم، لكن يبقى اللون، هذا اللون لا يلزم إزالته، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الجسد، لأنه لون كالحنة، يكون كالحنة، وأنت تعلم أن الحنة لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذن يفرق بين اللون ويفرق بين الجرم، اللون ليس دليلا على وجود الجرم، ليس دليلا على وجود الجسم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها، دنها أي الوعاء التي تحفظ به، الدنان التي تحفظ بها الخمر. يقول تطهر الخمرة والقنينة التي تكون فيها الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا، وهذا حكى ابن تيمية الإجماع عليه أن الخمر إذا انقلبت خل وصارت خلا وذهبت عنها مادة المادة المطربة الشديدة هذه وتحول فإنها تطهر. نقل الإجماع على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، قال تتخذ، من الذي اتخذها؟ ابن آدم نفسه المكلف. ففرق بين أن يجعلها خلا وبين أن تنقلب بنفسها، فإن انقلبت بنفسها صارت خلا وطاهرة لا إشكال فيها، يجوز شربها وأكلها وبيعها. نعم. وأما إذا لم تنقلب بنفسها فإنها لا تجوز وتبقى على الحرمة كما سيأتي إن شاء الله في حكم الخمر. نعم. قال لا دهن ومتشرب النجاسة، لا دهن أي أنها لا تطهر، فالدهن إذا وقعت فيه النجاسة فلا يطهر، وهذا هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. انتبهوا لهذه المسألة المهمة جدا. الحنابلة يفرقون في السوائل بين الماء وبين غيره من السوائل. سبق لنا في باب المياه أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وش الحكم عند المذهب؟ نعم، إن كان كثيرا ولم يتغير لا تضره، وإن كان قليلا ما يصلح، صح ولا لا؟ بقية السوائل عندهم ليس الحكم هكذا، وإنما كل مائع وقعت فيه نجاسة قليل أو كثير فهو نجس، كل مائع. فالدهن الآن إذا كان مائعاً لا جامداً، يقول إذا وقعت فيه فأرة حتى ولو كان 5 قلال، لو كان 10 نعم لا يستفاد منه، يراق، إلا أنهم أجازوا الاستصباح به، يعني يجوز الإنسان يستصبح به في، تعرفون سابقاً السرج ويستصبح بهذه الدهن وكذا، قالوا لا في مسجد، يستصبح بالبيوت وبالطرق لكن لا يستصبح به في المساجد، فهو لا يباع، فهو نجس ولا يمكن تطهيره. واستدلوا على هذا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فأرة وقعت في سمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألقوها وما حولها. في رواية أبي داود من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فأريقوه، إن كان مائعاً ما فصل، إن كان مائعاً فأريقوه. قالوا فيؤخذ من هذا الحديث
دليل على أن المائعات ما في تفصيل، بينما في الحديث في الماء قال إذا كان الماء قلتين لم يفصل، بينما في الدهن ما فصل. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أن حكم المائعات هو مذهب بحنيفة، أن المائعات حكمه حكم الماء تماما. فنقول إن كان جامدا يلقيها وما حولها إما أصابت النجاسة، وإن كان مائعا فإن كان ممكن إزالة تلك النجاسة وما بقي الدهن لم يصبه تلك النجاسة لا رائحته ولا طعمه ولا لونه، نعم فإنه لا ينجس، ولكنه لا يجوز له أن يبيعه على المسلمين إلا ببيان، لأن النفس تعافى. لو أخبرت المشتري أن هذا وقعت فيه كذا كذا كذا، نعم لعافى، وهو الأصل أنه اشترى شيئا طاهرا لم يقع فيه شيء. قال لا دهن ومتشرب النجاسة، كذلك حكم متشرب النجاسة مثل اللحم، طبخت لحم على ماء نجس تشرب النجاسة الآن، وكذلك الأجسام الصقيلة التي تتشرب النجاسات كذلك حكمها. وسبق لنا أن الصحيح هو أن المناط وجود النجاسة إذا وجدت وإذا لم توجد فإن النجاسة تزول. قال ومتشرب النجاسة، نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. نعم، قال رحمه تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه، هذا كلام الحنابلة رحمة الله عليهم، يقولون بأنه يعفى عن يسير النجاسات، ولكن ليس كل النجاسات يعفى عن يسيرها عند الحنابلة. إذن ما هي النجاسات التي يعفى عن يسيرها؟ قال لك وعفي في غير مائع ومطعوم، إذن النجاسة في المائع والمطعوم لا يعفى عن يسير المائع مثل الدهن قلنا والمطعوم واللحم، لا يعفى عن يسير النجاسات فيها. قال في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، الدم النجس اللي عنده الحنابلة سبق لنا أن الدم نجس، وقلنا بأنه عامة الفقهاء وحكى الإمام أحمد عليه الإجماع. هذا الدم يقول إذا كان يسيرا فلا حرج فيه، لماذا؟ قال ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون والبثرة قد أخرجت الدم ويزيلونها، والجرح أحيانا يصب بعض الدم فأجازوا الصلاة فيها، فيعفى عن يسير الدم. قالوا عن يسير دم النجس ونحوه مثل القيح والصديد. قال من حيوان طاهر في الحياة، حيوان طاهر مثل الهر عند الحنابلة ومثل الإنسان هو حيوان طاهر، فيعفى عن يسير هذه الدماء. قال لا دم سبيل إلا من حيض، أما دم السبيل اللي يخرج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره، دم السبيلين لا يعفى عن يسيره. لماذا؟ قال لأنه في حكم البول والغائط، وهم لا يعفون عن البول والغائط، يقول اليسير منه لا يعفى عنه. وقال إلا من حيض، ومنه ونفاس واستحاضة ونحوها. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب بحنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يعفى عن النجاسات مطلقا، كل يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، وهذا الذي انتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدل له وأطال في البحث فيه، وأنه يعفى عن يسير النجاسات، واستدل له بأدلة كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلامسون النجاسات وما كانوا يتشددون فيها، ولا كانوا يعني يلاحظون هذه النجاسات ويلاحقونها. والرسول صلى الله عليه وسلم سألتهم سلمة قالت إني أطيل ذيل ثوبي فيصيبه القدر، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، مع أن في احتمال أن بعض اليسير النجاسات لم تزل. وثبت أيضا في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري عند أهل السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في خفيه، فإن كان فيهما أذى فليحكهما بالتراب. والتراب كما تعلمون لن يزيل كل النجاسات، وإنما سيبقى بها بعض النجاسات التي قد تكون عالقة. وعلم من هذا أن اليسير النجاسات إنما هو يعني معفى عنه، سواء كانت في
دم في دم الحيض، سواء كانت في دم السبيلين، سواء كان في بول، سواء كان في غائط. ولهذا انعقد الإجماع على أن أثر الاستجمار في الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار أنه معفو عنه. نقل ابن قدامة الإجماع على أن أثر الاستجمار الذي يبقى بعد، أنكم تعلمون من استجمر فإنه يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، أو ليس كذلك؟ بعد الاستجمار لا بد أن يبقى شيء لا يزيله إلا الاستجمار قطعا، ومع ذلك انعقد الإجماع على أنه معفو عنه، وهو خارج من سبيلين، وهو غائط، ليس كذلك؟ إذن هذا دليل لأبي حنيفة واختيار ابن تيمية أنه يعفى عن يسير، يعفى عن يسير النجاسات. ولهذا هذا الوسواس الذي يحصل عند كثير من الناس هو بسبب هذا التشدد، وهو أن بعض الناس يريد أن يتطهر من كل شيء ولا يرى شيء ولا نعم، ولم يكلفنا الله جل وعلا كما كلف بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصابتهم النجاسة في أثوابهم ماذا فعلوا فيها؟ قرضوها بالمقاريض، ما في غسل، ما في غسل، وإنما يقرضونها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بركة أمة محمد، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المحمدية نعم جاءها هذا التشريع الذي فيه التيسير، إنما بعثتم ميسرين. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. ثم قال وما لا نفس له سائلة، كذلك ما لا نفس له سائلة، وهو الذي لا يجري فيه الدم بالعروق، مثل البعوض، مثل الذباب، مثل الخنافس، هذه لا دم فيها، لو ذبحتها وقتلتها لا يخرج منها دم، أليس كذلك؟ هذه البعوض وهذا الذباب معفو أيضا، لا ينجس هذه المائعات ولا هذا الماء ولا شيء. والدليل على هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وقال شفاء. ما لو كان نجسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه؟ كلا. وهذا دليل لابن تيمية أيضا استدل به، قال إن الذباب في العادة ينزل على ماذا؟ على النجاسات، فيعلق في رجليه النجاسة، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليغمسه في الماء، فعفي عن يسير النجاسات. وهل هذا معناه أن الإنسان يعني يتطلب هذا؟ وإنما لا، ليس كذلك، وإنما هو من احتاج إلى الماء، أو كان في شراب يحتاج إليه في مرق ولا وده أنه يريقه، لكن لو وجد نفسه تعافى فله أن يريقه، لو وجد نفسه تعافى فله أن يريقه. ولهذا سبحان الله اكتشف الطب الحديث نعم أن الذباب إذا غمس إذا وقع في الإناء فإن في أحد جناحيه بكتيريا وأدواء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعل جميع الجناحين أن يغمسهما. لماذا؟ لأن في الجناح الآخر مضاد لهذه البكتيريا، سبحان الله، هذا الذي في الجناح الآخر يقتل هذا البكتيريا الذي في الجناح الآخر. وهذا سبحان الله من العجائب، وهذا إن هو إلا وحي يوحى، يعني هو وحي، شيء من الله جل وعلا، إلا كيف لهذه الأمة الأمية أن تتعلم مثل هذا، إلا أنه وحي من الله جل وعلا. إذن هذه التي ليس لها نفس سائلة وهي الدماء أيضا هي طاهرة. قال وقمل، حكم القمل والبراغيث والبعوض ونحوها طاهرة مطلقا لحديث أبي هريرة السابق. ثم قال ومائع مسكر، كذلك هذه مسألة الخمر، هل هي نجسة أم طاهرة؟ هل جمهور الفقهاء بل عامة أهل العلم على أن الخمر نجسة، على أن الخمر نجسة، واستدلوا على هذا بحيث أنس ذكرت لكم قبل قليل أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فلو كانت طاهرة لقال لهم اجعلوها خلا ثم طهروها، لكنها أصبحت نجسة. واستدلوا بقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه، قالوا رجس أي معنى خبيث ونجس. القول وهذا القول هو مذهب عامة الفقهاء. القول الثاني وهو مذهب ربيعة الرأي، وهو اختيار
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الخمر طاهرة، أن الخمر طاهرة، وربيعة الرأي هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله، وهو أحد فقهاء علماء المدينة، من جلة فقهاء المدينة، ربيعة بن أبي فروخ، يسمى ربيعة الرأي لاشتهاره بحدة ذهنه وذكائه، وإلا هو شيخ مالك، مالك يروي عنه بالإسناد الآثار والأحاديث، ليس الرأي إنه ما يعرف إلا الرأي، له في الموطأ كثير من الأحاديث يرويها مالك عن ربيعة بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لكنه لما تفتق ذهنه بهذه الآراء سمي بالرأي. ولهذا استفتي مرة فأفتى بمسألة، فذهب السائل لسفيان وقال له يا سفيان الثوري، قال يا له يا فلان سفيان ما حكم كذا وكذا، فقال بقول ليس بقول مشابه لربيعة، فقال هذا السائل إن ربيعة يقول كذا، فقال دعك من هذا، فإننا نقول القول مخالفين لربيعة وبعد سنة نرجع إلى قوله. يقول دعك من هذا، فإننا نقول القول حسب ما يتبين لنا الآن، ثم بعد ذلك بعد سنة تتمحص المسألة وتدقق فيها وكذا، ثم نرجع إلى قول ربيعة. وهذا يدل على عظمة الفقه، الفقه وأنه هو الأس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه هذا هو، هذا هي الملكة العظيمة التي يتباين الناس فيها، الناس يتباينون بالفقه، وهذه هي ثمرة العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللهم فقهه في الدين وعلمه هذا الفقه، هذا هو محل التفضيل. قال ومائع مسكر، نعم الشيخ ربيعة والشيخ محمد رحمه الله جميعا وغيرهم ممن أخذ هذا القول استدلوا بأدلة، قالوا إنه لا يوجد دليل على النجاسة، وأن وإما خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا رجس هذه معنى خبيث، ولهذا الأصنام لو مس الإنسان صنما ما تنجس، وإنما هو رجس معنى خبيث. وقالوا إن الخمر من شراب أهل الجنة، إن الخمر من شراب أهل الجنة، ولا يتصور أن يكون شيء في الدنيا نجس ثم هو يكون شراب في الآخرة، وإنما يكون يتصور يكون محرما في الدنيا وجائزا في الآخرة، لكن يكون نجس مستقذر قبيح ليس ب نعم ثم يكون في الآخرة طاهر، نعم قالوا إن هذا ليس له نظير، والمسألة محل خلاف لا شك، وقول الجمهور هو أحوط لا شك. قال ومائع مسكر، سيأتي إن شاء الله أنه قال نجسة، سيأتي بعد سطرين كم بقي، نعم قال ومائع مسكر، سيأتي أنه سيقول نجسة، قال ومائع مسكر نجسة، قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقه، هذا النجس الثاني، ما هو؟ ما لا يؤكل لحمه فوق الهر، أعطوني أمثلة، الحمار، الأسد، الكلب، الفهد، الثعلب، كل ما كان فوق الهر خلقه فهو عند الحنابلة نجس. إذا انضابط الحنابلة في نجاسات الحيوانات كلها، أنت تأخذ قاعدة الحين من الحنابلة، وهي ونحن نتكلم عن نجاسات في الحياة، في حال الحياة ما هو في ميتته وهي حية الآن، فالفأرة في حال الحياة طاهرة، والوزغ في حال الحياة طاهر، نعم، والجراذي في حال الحياة طاهرة، كل ما كان أصغر من الهر فهو طاهر، كل ما كان أعلى من الهر ولا يؤكل فهو نجس، هذا في حال الحياة، هذه قاعدة الحنابلة. لماذا؟ قالوا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر لما سكب لها الماء وأساخ الإناء لها، قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الهر هو المقياس، الهر ضابط، الهر هو المقياس، ما كان أعلى فهو نجس وما كان أقل فهو طاهر، وهذا من أضعف الأدلة، هذا من أضعف الأدلة، ليس مناطا للتعليل، هذا ليس مناطا للتعليل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر على حمار بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، ركب إلى خيبر بحمار، على حمار،
أحد منكم ركب الخيل والحمير هل دعونا بالخيل أنتم تعرفونها اللي يركب الخيل وش يجيه لو مشى عليه فقط نص ساعة ها؟ رأيتم العرق اللي يصيب الثياب ها؟ عرق شديد جدا ليس كذلك يعني يصيب الثوب والثياب عندما يعرق الخيل يصيبك منه عرق شديد لا بد من غسله فهذا الحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه لما وصل خلع ثوبه وغسله ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على شيء نجس لا يمكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على شيء نجس ويتنجس لا يمكن هذا ولهذا كان الصحيح من كلام أهل العلم وقول الجمهور أنه ليس عندنا ضابط اسم الخلقة قدر الخلقة هذا ما له أصل هذا في الحديث ليس لم يرد وحديث الهرة بالعكس فيه حديث فيه دليل آخر وهو أن التطواف هو الطهارة فالصحيح هو أنه ليس مناط الطهارة والنجاسة هي الخلقة أبدا وإنما هي الأصل فيها هو الطهارة الأصل فيها هو الطهارة وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أنها طاهرة ولا علاقة لنا بالخلقة ولا علاقة لنا بالخلقة ثم قال ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحو وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجس كذلك لبن غير المأكول وما لا يؤكل كذلك لبنه ومنيه كل هذا نجس كل هذا نجس بوله ومنيه وهذا هو الأصل أن كل ما خرج من السبيلين مما لا يؤكل فهو نجس بدليل الإنسان هو أشرف المخلوقات نعم الإنسان هو أشرف المخلوقات من في الأرض أليس كذلك ومع ذلك بوله وغائطه نجس فما لا يؤكل من بابي نعم من بابي أولى أن تكون الحيوانات كذلك وهذا لا إشكال فيه أن مثلا بول الأسد نجس أن بول الهرة نجسة أن وهكذا إذن الصحيح هو أن ما لا يؤكل بوله وروثه ومنيه ها نجس وهو مذهب عامة أهل العلم قال ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة وهذا هو الصحيح ثم قال ومنه طاهرة ومنه يعود على ماذا الضمير المأكول على المأكول أي ومن المأكول لحمه روثه وبوله ها طاهر ما هو المأكول الإبل والغنم والبقر والخيل على الصحيح من كلام أهل العلم هذه كلها مأكولات ليس كذلك بولها ومنيها وروثها طاهر وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمهور الفقهاء خلافا للشافعي رحمه الله والدليل على هذا ها حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أن أصلي في مرابض الغنم فقال نعم ومرابض الغنم فيها بولها وفيها روثها فالصحيح من كلام أهل العلم أن ولهذا انتقد اليوم ابن تيمية رحمه الله اليوم الشافعي مذهب الشافعي هذا انتقد وقال يعني كيف والأدلة ظاهرة في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه كذلك في قصة العرانيين حديث أنس في الصحيحين ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين الذين اجتووا المدينة نعم لما جاءوا إلى المدينة وإذا حالتهم رثة فلما وفيهم المرض لما رآهم صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فكيف يشرب لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها عندنا وقفة في هذا شرب بول الغنم بول الإبل مطلقا هل هذا كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا كان عمل العرب وهل كان الناس لا أبدا وإنما هذا في حالة خاصة وأنها للشفاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا لأناس خاصين في حالة خاصة ولم نقل بأن والله السنة شرب إبل البول الإبل كلا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقل عنها أنه شربها إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عاف لحم الضب فقط وهو حلال لا إشكال فيه ومع ذلك وجد نفسه تعافى فكيف بي بول الإبل إذا نقول تجويز هذا إنما هو لحالة خاصة للشفاء والعلاج والدواء نعم ولهذا ليس هذا من 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 من, من عمل العرب ولا أنهم كانوا يشربون الأبوال وإنما كانوا يستشفون بها عند وجودي
عند وجود السبب. قال: ومنه طاهرة كيما لا دم له سائل، كما سبق أنها طاهرة وهو مذهب عامة الفقهاء. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. نعم، طين الشوارع هذه لا شك أن الأصل فيها هو الطهارة، إلا إن علم، ومعنى إن علم إن تيقن، إن تيقنت نجاستها فهذا هو. أما إذا كنت تقول هذه طين شارع يجتمع فيها النجاسة، هذا ما هو، ليس بحكم، وإنما لا بد من العلم بالنجاسة. ولهذا في موطأ الإمام مالك أن عمرو بن العاص كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوردوا على حوض، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، ترد على هذا الحوض السباع والبهائم؟ هذا سؤال. فقال عمرو: لا تخبره يا صاحب الحوض، دعنا على الأصل، الأصل أنه طاهر، هذا إن رأيت شيئا فهو هذا حكمه نجس، وأما إذا لم ترى شيئا فلا تتكلف. قال عن، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، أن طين الشارع ونعم هي طاهرة ما لم يعلم نجاستها. كم بقي؟ إذا نقف على هذا أساس التوضؤ وكذا، نقف على باب الحيض. كان في حقيقة في بالنا نكمل كتاب الطهارة، لكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل باب الحيض وننهي كتاب الطهارة إن شاء الله، ونبدأ بكتاب الصلاة أيضا في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.